كل مره عند الناس كل مره، يعني ما يمكنش الانسان واخا يكون مع عائلتك ويشدك واحد المده راه غيقول لك خرجي مثلا ولا صافي راه ما بقيتش قادر. يعني مشاهدي قناه شوف تي في، اهلا ومرحبا بكم في هذا البث المباشر من مدينه الدار البيضاء. احنا الان مع هذه السيده هذه اللي توفى زوجها، راه اختي بركه في راسك الله يصبرك، يعني عندك ثلاثه ديال اليتامى راه ماشي سهله. الزوج ديالها توفى في مالي، يعني جا من مالي بسبب حشره سامه، توفى هنا بالمغرب، كان خدام في الرموكات، للاسف ما خدات حتى تعويض لا من الخدمه ديالو لا حتى شي حاجه. دابا هاد السيده هي وثلاثه ديال الوليدات كيعيشوا ظروف جد صعبه، ما عندهم السكن، سكنات في دار ديال الوراثه خرجوها، يعني الاخ ديالها ما سمحش لها انها تسكن. دابا كل مره عند هاد العائله، مره عند هاد الناس، يعني حتى لامتى؟ هاد السيده خاصها شي حل، خاصها سكن باش انها تستقر وتجمع الوليدات ديالها. يعني اللي غيدير هاد الخير خير كبير عند الله. كنعرفوا ان الرسول صلى الله عليه وسلم وصى على اليتيم، يعني الله يجازيكم بخير. عاونوا هاد السيده، ديروها اختكم وديروا هاد الوليدات وليداتكم وعطيوها شي سكن ولا شريو ليها شي سكن في سبيل الله. السلام عليكم اختي، شنو المشكل اللي عندك وشنو النداء ديالك للناس المحسنين اللي قادرين انهم يعاونوك في هاد العواشر هادي؟ انا خصك كنطلب من الله، من الله شي محسن يخاف الله، يخاف الله ماشي سكن لوليداتي، ما كان صغار ما بغيتش نشردهم، ما بغيتش نشردهم. شحال في عمر وليداتك اختي؟ الوليدات الدريه 12 عام، الدري 8 سنين 4 سنين، يعني كلهم صغيرين ما كان صغار. اختي شرحي لنا كيفاش مات الزوج ديالك، كيفاش كانت حياتك قبل، خصوصا انه موت الفجأة كيف ما كنقولوا، شي حاجه ما كنتيش متوقعها نهائيا. عمرني كنت كنحلم في حياتي انني غنكون هكا وغنوصل هكا، عايشه بخير انا ووليداتي، راجلي كيسافر كيمشي ثلاث شهور شهرين كيقول لي انا خليتك راجل في الدار، كيغبر علينا ديما، محافظه على وليداتي محافظه على داري، ديما محافظة على داري محافظة على وليداتي. كيفاش توفى الزوج ديالك؟ جاي من السفر ديالو كما العادة، المهم هو أصلا كان تما كيقول لي راه أنا ديما مريض، ديما مريض، هذا قال لي شي حاجة، درت تحاليل، عندي كلشي في التليفون ديالو بأن تحاليل الدواء كلشي اللي كان كيعمل. كان في مالي؟ في مالي صافي مني دخل المغرب هذاك الشيء أثر علي، هذيك البعوضة اللي خرجتو ديك السامة بيضت لي في ذاته كامله. ما بقينا ما نعتقوا فيه، الدوايات التحاليل المهم. فاش جا المغرب ما قدرش يتعالج، كان فات الفوز كيف ما قلت شي حاجه. صافي الدوخات وهذيك سميتو اللي صافي طاح طيحه وحده. يعني اختي توفى الزوج ديالك خلاك ما عندك السكن، يعني كنتو غير كتكري كل مره في بلاصه. كل مره كيقول لي اختي ما نديرش الريبه، عارفه خويا ماشي ساكن، كيقول لي ما نديرش الريبه. صافي الحمد لله بقينا ساكنين، كيجي المعيشه ديالتنا، الوليدات فرحانين الحمد لله. دابا كيفاش اختي ولات حياتك؟ حياتي انا اصلا مريضه نفسانيا، نفسانيا محطمه، كنحاول نقوي راسي، كنحاول نقوي راسي ونصبر راسي، وكنديني مستحيل مستحيل، زعما اش نقولك انا اصلا مريضه 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 اصلا. من مات الزوج ديالك قلتي غادي نرجع لدارنا، نرجع لدار والديا نسكن مع امي امتي وخوتي، شنو وقع اختي فاش مشيتي لدارهم؟ فاش مشيت لدارنا اختي عشت معاهم، كان ندير الخطر وهادي، كنحاول وليداتي، المهم واحد الجو واحد بحال شي اش نقول، كنحاول ندير نفسي باي واحد، كاين الاخ ديالي كبير وكاين ولدو ومرجو ساكنه معاهم. السيده صافي ولات كتقول لي انا تعصبت مابقاش كنستحمل ولادك، صافي ناضوا ليا، ناضوا كل شيء، قالوا غادي نبيعوا الدار هادي ما هادي، شوي شي باغي يبيع، هي دار الوراثه، دار الوراثه، شي باغي يبيعها وشي ما بغاش يبيع، ناضت مضاربه ناضت خصام، كان غير يقدر فيها الموت، الموت كانت غتكون فيها. المهم في 4 الصباح ناض ليا كيغوت كيقول لهم انا هي اللي غادي تخرج، في 4 الصباح تخرج من الشارع انت ولادك، الشارع 4 الصباح. صافي انا خديت التليفون عيطت للشرطه، عيطت لهم جاو كيجريو مساكن الداونه وداكشي، انا وياه الداونه، ملي الداونه قالوا لنا تي راكي اختي ما نقدروش نلوحوك،
حشومة عليك، بقاو كيخاصمو عليك، كيقول لي حشومة عليك اختك الصغيرة، اختك الصغيرة دير ليها هذا. وبوليداتها ماشي يكون وبوليداتها وراجلها ميت، بالعكس انت اللي خصك تحن فيها وخصك معقل عليا حتى حد اختي. يعني اختي انت كتشوفي دابا بان حتى شي واحد ما حن فيك، حتى دابا كتبقاي غير كل مره في بلاصه، حتى لامتى غتبقاي بحال هكا؟ ما خداماش بطبيعه الحال، ما خدامه، ما عندك حتى شي. خليهم علاش اللي غادي يشدهم ليا شويه وغادي صعاب ماشي ساهلين، كاين شي غادي يشدهم ليا. دابا اختي انت حاليا بغيتي توجهي نداء في هاد العواشر للناس المحسنين اللي قادرين انهم يساعدوك ويعاونوك في السكن، شنو بغيتي تقولي اختي للناس اللي غاديين يساعدوك انت والابناء ديالك؟ نطلب من الله شي محسن يهدي الله ويخاف الله، وبغي يدير واحد بينه وبين الله شي حاجه اللي عنده قصر في الجنه ان شاء الله، انا شي سكن انا وبناتي، هادشي اللي كنطلب. الرقم ديالك اختي 07، قولي مورايا 07 01 27 21 77. مشاهدي قناه شوف تي في كيف ما كتشاهدوا معنا الظروف الصعيبه اللي كتعيشها هاد السيده هادي من بعد ما توفى الزوج ديالها، يعني كان كيسوق رموك ياك اختي، هذا هي الخدمه ديال الزوج ديالك، كيسوق رموك مشى لمالي يعني بسبب حشره سامه، توفى جا المغرب توفى، كان فات الاجل انه باش يتعالج. الله يرحمه يا ربي، كنتمنى الله يجازيكم بخير الناس المحسنين اللي غيديروا هاد السيده يديروها اختكم، ديروا هاد الوليدات وليداتكم، يعني حنا في الدنيا الانسان ما كيعرف شنو غيوقع لها، هي السيده كانت حياتها مستقره حياتها بخير حتى وقع هاد الشيء، الله يجازيكم بخير. كنتمنى ان الناس يتبارطاجا هاد اللايف يوصل للناس اللي في قلوبهم الرحمه ويساعدوها، الناس اللي غيتفلاو الله يجازيكم بخير، ما نبقاوش نتفلاو وما نبقاوش ديما الانسان يتفلى اليوم ما يعرف شنو يوقع ليه غدا، يعني راه الدنيا دواره، الله يجازيكم بخير. وهاد الوليدات يتامى مازالين صغار، يعني 12 عام 4 سنين و8 سنين، راه مازالين صغار، راه ما عندهم حتى شي حد في هاد الدنيا، الله يجازيكم بخير. كونوا نتوما السند ديالهم، كونوا نتوما اللي عائلتهم، كونوا نتوما خوتهم، وتقدروا انكم تعاونوهم بسكن، يعني الزيده خاصها سكن اللي تجمع فيه وليداتها، حتى لامتى غتبقى تمشي عند الناس؟ اللي غيشدها اليوم راه ما يشدهاش غدا، يعني العائله اللي غتدخلك اليوم راه غدا غادي تقول لك صافي خرجي انت وليداتك، يعني الله يجازيكم بخير. اتصلوا بهاد السيده وساعدوها، الرقم ديالها 07 01 27 21 77، الرقم ديالها هو 07 01 27 21 77، هذا هو الرقم ديالها، الله يجازيكم بخير. بارطاجيو هاد اللايف باش ان شاء الله هاد السيده في هاد العواشر هادي تلقى شي حل وتلقى سكن اللي تجمع فيه هي والوليدات ديالها. هاد الرقم حطيناه للناس اللي قادرين انهم يساعدوا، الناس المحسنين سواء داخل ارض الوطن او خارج ارض الوطن. الرقم ديالها 07 01 27 21 77، هذا هو الرقم ديالها. هنا مشاهدي قناه شوف تيفي كنكون وصلنا لنهايه هذا المباشر، كنشكركم على حسن المتابعه، ونتلاقاو ان شاء الله في مباشر اخر. بالسلامه عليكم.